السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بالنيابة عن إخوتي وأهلي الذين قاموا بتأسيس مشروع السوق في مدينة لورنزفيل في أتلانتا جورجيا. الحقيقة الفكرة من إقامة هذا السوق هي إتاحة الفرصة الكاملة والأنيقة والمناسبة للتسوق بشكل يليق في المجتمع الذي حرصنا على خدمته منذ بداية الفكرة في إنشاء هذا السوق وصولا إلى مرحلة افتتاحه والاستمرار بالعمل به بإذن الله، والتي نأمل أن تكونوا أنتم دائما المؤازرين والمساندين في عملية الاستمرارية لهذا المشروع، وبالإضافة إلى التوسع فيه على مستوى الولايات المتحدة بل على مستوى العالم بإذن الله. اعتمدنا منذ البداية على المصادر التي توفر لنا أفضل النوعيات سواء من الفواكه والخضار الطازجة أو من اللحوم المذبوحة حسب الشريعة الإسلامية، وتحرينا في ذلك أن نقوم بأنفسنا بزيارة الموردين في كل منتج لا ينتج تحت إشرافنا، بل كنا متأكدين أنه من يقوم بالعمل هم من أهلنا ومن إخوتنا الذين يتحرون متطلبات الشريعة ومتطلبات الحلال في كل عملهم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا ما نتطلع عليه بإذن الله عز وجل، أن تكون أنتم لنا السند في الاستمرارية أولا وفي الانتشار ثانيا، ثم نكبر بكم ومعكم بإذن الله. شكرا لكم إخوتي، وبانتظار تشريفكم إلى مشروعنا السوق في مدينة لورنزفيل. شكرا لكم.